قدرة القرار العربي يوم الجمعة 27 أكتوبر أن يحصد تأييد 120 دولة، منهم فرنسا والبرتغال وأسبانيا، وأغلب الدول يعني المعارضين كانوا فقط 14 دولة و45 دولة امتنعوا عن التصويت. وده الحقيقة شيء جديد برضه، ده تطور جديد. يعني كانت العادة بقى ان في مثلا حتى المعارضين 70 دولة، ما فيش. في شيء طبعا المؤكد ان في محاكمات هتحدث في اسرائيل، ده كله هيتوقف على الشكل اللي تنتهي بيه الحرب. والحقيقه ده سؤالي لحضرتك، يعني كيف تتخيل نهايه هذه الحرب؟ يعني سؤال مليء بالكمائن والاشواك. وهينتهي الامر حضرتك تقول الله في اربع سيناريوهات، ما يعني كثير كده بيقول لك والله السيناريو الاول تدمير حماس وكذا، السيناريو الثاني الوصول الى كذا، السيناريو الثالث فشل اسرائيل. طبعا اسرائيل تمتلك قدرات عسكريه خارقه، ايوه، مقارنه ب ومساعدات عسكريه خارقه ايضا، ومساعدات عسكريه كبيره. احنا قضيه معلومات، وبناء على غياب المعلومات يعني قد ايه حماس والفلسطينيين مخزنين سلاح وذخائر وميه واكل وشرب، دي قضية معلومات. يعني مهما كان هذا التخزين دكتور علي، يعني له نهاية. أنا قلت وبرضه جزء تاني، قد إيه إسرائيل هتستمر في الضرب؟ يعني قد إيه يعني هيبقى فيه ضغوط على إسرائيل لمنع هذا؟ إنما اللي أنا قلته حضرتك، أنا مش هتكلم على هتنتهي إزاي، إنما أقدر أشوف النتائج بتاعتها. النتيجة أنا قلت واحد، إن الفلسطينيين أحرزوا مكسب استراتيجي. اتنين، إن هدف إسرائيل في تدمير حماس أو غير حماس، خد بالك حكاية العدوة الحماس دي قبل كده كان العدو هو فتح، وكان فتح هم الإرهابيين. أيوه أيوه. فهو الهدف المقاومة الفلسطينية النشطة، إنها لن تستطيع تدمير حماس. في النهاية حماس دي فكرة، دي فصيل من فصائل المقاومة لها اتجاه سياسي معين نقبله أو نرفضه، دي مسألة اتجاه ديني معين، اتجاه ديني معين، وبالقدر اللي هي تعمل فيه هذا الاتجاه في تحفظات عليها، بالقدر اللي بتطرح نفسها كفصيل وطني وفصيل وطني دوره الرئيسي تحرير فلسطين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية. كل ما بتخش في قضايا تانية بتخسر. وأنا متابع التصريحات بتاعتهم وكذا، لا الكلام كله على الحرب الوطنية جوه فلسطين. هتجد اللي بيتكلموا كلام دي الناس اللي عايشة بره، يعني واحد قاعد في قطر، واحد قاعد في بلد كذا أو كذا، ممكن يتكلم على شعارات إيديولوجية أو شيء من هذا القبيل. إنما اللي أنا عايز أقوله إنه الحاجة الثانية، إن يعني فكرة مقاومة الاحتلال هي فكرة لا يمكن قتلها. لم يحدث في أي دولة في الدنيا، أي دولة في الدنيا ظل شعبها يحارب الجزائريين من الجزائر من 53، لا مصر، أي بلد مهما كانت الضحايا أو مهما كانت كذا، مفيش دول شعوب تتنازل عن مقاومة الاحتلال بس.